أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. اختتام منافسات سباق ركض عرضة الهجن على مضمار وادي الشعيبة بولاية المصنعة. انطلاق موسم الكرنفال السنوي في كولونيا الألمانية الذي يعد الأكبر في أوروبا. المرصد الملكي في لندن يعرض نموذجا لمنزل يناسب الحياة على المريخ. أهلا بكم. اختتمت على مضمار وادي الشعيبة بولاية المصنعة منافسات سباق ركض عرضة الهجن الذي استمرت على مدى يومين. ركض العرضة الذي نظمه أهالي ولاية المصنعة حظي بمشاركة عدد كبير من الهجن من مختلف ولايات السلطنة. سباق ركض عرضة الهجن يعد من أهم السباقات التي يحرص عليها أبناء السلطنة نظرا لما تمثله من تمسك بهذه الرياضة، ويقام في مختلف المناسبات ومنها الأعياد والزواج والمناسبات الوطنية. ويأتي تنظيم أهالي ولاية المصنعة لهذا السباق في إطار المحافظة على موروث الأجداد الذي يتوارثه عنهم الآباء والأبناء. هذه مشاركات تراثية من السابق، وهذا موروث، هذا له عدة فوائد. أولا تجمع محبين هذه الرياضة من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا تعود الأشبال. المسابقة هذه تستوي في المناسبات، الأعياد الوطنية وفي الأعراس وفي الأعياد، يعني نحتفل فيها، وبوش العرضة يمسكن يعني في بداية الشتاء. شهدت منافسات هذا السباق مشاركة وتفاعلا كبيرا من ملاك الهجن ومحبي هذا الموروث العماني الأصيل، حيث بلغ عدد الهجن المشاركة حوالي 200 ناقة من ولاية المصنعة والولايات المجاورة، مما جعل نوعا من التنافس لاقتناء أصائل الإبل ذات السرعة وقوة التحمل. مشاركات طيبة، هذا تراث جيد والحمد لله، هذا تراث قديم بونا العرضة من بداية الأمر. والله الحضور طيب، وهذا تنظيم حلو ودفع من المواطنين يشجعون. تخلل السباق أشعار وأنغام من فنون الهمبل والونة وتغرود الإبل التي عادة ما تصاحب مثل هذه السباقات. وهكذا هي سباقات الهجن، عادة ما تحمل معها الإثارة والحماس للمشاركين والحاضرين على السواء. عبد الله بن خلفان الرمضان من مضمار وادي الشعيبة ولاية المصنعة محافظة جنوب الباطنة. كشفت مؤسسة الأمير عبد القادر التي تأسست بهدف إحياء تاريخ مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة أنها حصلت أخيرا من المكتبة السويسرية على نسخ من 300 رسالة كان قد بعث بها السويسري شارل إينر إلى زوجته، يتحدث فيها عن يومياته مع الأمير عبد القادر الذي كان صديقا له، فضلا عن 11 رسالة بخط يده كان قد بعث بها إلى صديقه شارل إينر. وتشكل هذه الرسائل أهمية تاريخية كبيرة بالنسبة للمؤرخين والباحثين عن الحقيقة في سيرة الأمير عبد القادر الجزائري. انطلقت أجواء الاحتفالات في كولونيا مع بدء موسم الكرنفال السنوي الذي تستضيفه المدينة الألمانية، حيث يتجمع الآلاف بأزياء تنكرية في المهرجان الذي يعد الأكبر في القارة الأوروبية. انطلقت أجواء الاحتفالات في كولونيا مع بدء موسم الكرنفال السنوي الذي تستضيفه المدينة الألمانية، فكل عام في 11 من شهر نوفمبر في تمام الساعة 11:11 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، يتجمع الآلاف هنا بأزياء تنكرية وبحماسة تملأ الأجواء للمشاركة في إطلاق فعاليات المهرجان الذي يعد الأكبر في القارة الأوروبية.
لقد أتينا خصيصا من فرايبورغ في برايسغو للعام العاشر، وكل عام نأتي بملابس مختلفة. الكرنفال حدث حقا لا تجده إلا هنا. الملامح الطفولية للمهرجان جعلته يعرف أيضا باسم موسم الحماقة، وطغت الألوان المبهجة على أزياء المشاركين الذين رغم اختلاف وتفاوت أعمارهم إلا أنهم جميعا اشتركوا في بث روح المرح والسعادة في المكان. ويستمر الكرنفال بشكل أساسي لمدة أسبوع، ثم يأخذ فترة راحة قبل أن ينطلق من جديد في موسم احتفالات عيد الميلاد. زوار المرصد الملكي في غرينتش بالعاصمة البريطانية لندن سيتمكنون من تصور الشكل الذي ستكون عليه المنازل على كوكب المريخ من خلال هذا النموذج المصغر لمنزل مزود بخصائص تساعد سكانه على الحياة على سطح الكوكب الأحمر. زوار المرصد الملكي في غرينتش بالعاصمة البريطانية لندن سيتمكنون من تصور الشكل الذي ستكون عليه المنازل على كوكب المريخ من خلال هذا النموذج المصغر لمنزل مزود بخصائص تساعد سكانه على الحياة على سطح الكوكب الأحمر. وفي ساحة صممت لتشبه سطح المريخ عرض المنزل الذي بني مثل كوخ من الطوب، وبه مساحة تتسع لسرير واحد ومكتب كمبيوتر ومساحة لزراعة النباتات وممارسة التمرينات الرياضية. المنزل المستقبلي صمم بعد التشاور مع الفلكيين في المرصد ومع ستيفن بيترانك مؤلف كتاب كيف سنعيش على المريخ، والذي شرح مميزات المنزل. هذا هو النموذج الأمثل للمنزل الملائم على المريخ إذا ما أردت أن تسميه كذلك. سيصنع المنزل الأكسجين لسكانه للتنفس، وسيمدهم بالمياه ذاتيا من خلال امتصاص هواء المريخ المشبع برطوبة تصل نسبتها لنحو 100% في أغلب الليالي، وستكون لديك طابعة ثلاثية الأبعاد ستصنع لك أي شيء تحتاجه تقريبا. نموذج المنزل المتصور على المريخ سيكون مفتوحا للعرض أمام زوار المرصد حتى 16 نوفمبر تشرين الثاني الحالي. ولجأت محطة ناشونال جيوغرافيك التلفزيونية إلى استشارة بيترانك أيضا في دراما وثائقية ستنتجها بعنوان المريخ، وستدور أحداث هذا العمل الوثائقي المؤلف من 6 حلقات في عام 2033 وترصد رحلة مأهولة إلى المريخ. أخبار الثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. فرقة صلالة المسرحية تتوج بجائزة مهرجان رستاق العربي للمسرح الكوميدي. أهلا بكم من جديد. توجت فرقة صلالة المسرحية بجائزة مهرجان رستاق العربي للمسرح الكوميدي، والذي اختتم مساء الخميس بعد 8 عروض مسرحية كوميدية. رعى حفل اختتام المهرجان معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. مهرجان الرستاق العربي للمسرح الكوميدي ولد ليستمر، هكذا أعلن، والمهرجان يسدل ستار الدورة الأولى بعد 8 أيام من العروض المسرحية والتي شاركت فيها فرق مسرحية محلية وخليجية وعربية. إذا كانت هناك كلمة شكر فيستحقها الجمهور الذي دائما يتزاحم لحضور العروض. أي عرض مسرحي بدون جمهور فهو عرض فاشل، وأي مهرجان بدون جمهور فهو مهرجان لم يتمم نجاحه. فألف تحية للجمهور الحاضر من ولاية الرستاق وجميع المسرحيين. هذه أول نسخة، لكن إن شاء الله نعد بأن مهرجان الرستاق ولد ليستمر إن شاء الله في دورات قادمة.
حفل الختام كان مسكا لجهود بذلت في استضافة أول حدث ثقافي مسرحي على المستوى العربي في مجال المسرح الكوميدي، حيث تنوعت العروض بين الكاريكاتورية والفانتازية والإيمائية والتوعوية، استمتع معها الحضور الذين كانوا الفارس الأول لهذا المهرجان. نشكر سلطنة عمان بمسؤوليها وبمنظمي المهرجان من فرقة الرساق المسرحية على تنظيم هذا المهرجان الذي يعد بادرة طيبة وجميلة وتدفع بعجلة المسرح، وهي المسرح الكوميدي، وهي المبادرة الأولى على ما أظن على المستوى العربي حسب علمي. لحظة ترقب لفارس الدورة الأولى والتي أعلن عنها، تخطفها فرقة صلال المسرحية عن عرض النوخذة والذي أبهر المتابعين ليستحقوا جائزة العرض المتكامل إضافة إلى 6 جوائز أخرى. نحن نحتاج مثل هذه المهرجانات، لأن هذه المهرجانات تنفس عن الكثير من مكنونات أي فنان موجود في الوطن العربي، لأنه في هذه المرحلة في هذا الوقت نحتاج إلى أن نبتسم، ألا نبتسم ونعيد أفكارنا ونجدد. ما كنا متوقعين، بس الجائزة الكبيرة فرحة الجمهور في العرض، في اختام العرض أنا كان فرحة كبيرة من الجمهور والتفاعل، هذا اللي أثر صدورنا والحمد لله. أما الجوائز الأخرى فقد نال الأشقاء من مملكة البحرين على جائزة أفضل ممثلة وجائزة لجنة التحكيم، والجزائر تحصل على لقب أفضل ديكور وأفضل أزياء، وتنال فرقة مزون أفضل موسيقى، وفرقة الصحوة أفضل ممثلة دور ثاني، وفرقة تواصل أفضل نص مسرحي. هكذا أسدل الستار على مهرجان الرستاق العربي للمسرح الكوميدي في دورته الأولى، بعد أن قدم 8 عروض رسمت البسمة في نفوس المتابعين، لتتوج فرقة صلالة بالجائزة الكبرى. عبد الله بن عامر الويهي من مسرح كلية العلوم التطبيقية بولاية الرستاق محافظة جنوب الباطنة. توفيت الكاتبة النمساوية إلزا إيشينغر السبت في فيينا عن عمر بلغ 95، واهتمت الكاتبة بقضايا الاغتراب الإنساني والمعاناة الإنسانية في كتاباتها النثرية والشعرية التي تميل إلى استخدام العبارات المقتضبة المركزة. فازت إيشينغر بالعديد من الجوائز الأدبية داخل المنطقة الألمانية، كان آخرها الجائزة الفنية الكبرى لولاية سالزبورغ النمساوية العام الماضي، والجائزة التقديرية لاتحاد العاملين بتجارة الكتاب النمساوي عام 2002. على الرغم من صغر سنها، تبدي أنا باولا ابنة 4 سنوات التي بالكاد تحسن العد حماسا كبيرا في لعب الشطرنج داخل ناد متواضع في هافانا، حيث تحظى هذه اللعبة بشعبية كبيرة. على رغم صغر سنها، تبدي أن باولا ابنة 4 السنوات التي بالكاد تحسن العد حماسة كبيرة في لعب الشطرنج داخل نادي متواضع في هافانا، حيث تحظى هذه اللعبة بشعبية كبيرة في أوساط السكان. وفي مطلع 60ات القرن الماضي، منع نظام الزعيم فيدل كاسترو ألعاب الحظ وعمدوا في المقابل إلى تحفيز الكوبيين على لعب الشطرنج في حياتهم اليومية. حينها كان يقبل كاسترو ومعه القائد الثوري أرنستو تشي جيفارا على ممارسة هذه اللعبة على العلن، حتى أن الشطرنج بات إلزاميا في المدارس المحلية. أما اليوم فقد باتت للشطرنج شعبية تكاد تضاهي تلك العائدة لرياضات جماهيرية أساسية. تسألني ابنتي لدى عودتها من الحضانة إن كان لديها حصة رقص أو شطرنج، وهي تفضل الشطر. وعلى قارعة طريق في وسط هافانا يتنافس رجلان ممددان على مستوى الرصيف في تحريك الأحجار على اللوح خلال مبارزة بلعبة بليتس المتفرعة من الشطرنج، والتي لتتعدى مدة المنافسة فيها 5 دقائق. أثناء لعب الشطرنج يمنع الشرب وإحداث ضوضاء والمراهنة، غير أن هذه الأمور قد تحصل إذا خسر أحد الأشخاص. ومنذ 13 عاما يسجل حضور لافت للشطرنج على القنوات التلفزيونية الحكومية التي تبث حصصا تعليمية وأعمالا وثائقية عن تاريخ اللعبة، وفي المدن تباع كتيبات تعليمية بالأبيض والأسود بأسعار بخسة لتتعدى ١ سنت من الدولار. كوبا بلد درب 43 أستاذا كبيرا.
ويبقى أسطورة هذه اللعبة في كوبا خوسيه راول كابابلانكا الفائز ببطولة العالم بين عامي 1921 و1927، ويعود إليه الفضل في إطلاق الشرارات الأولى التي أيقظت شغف الكوبيين بهذه اللعبة في منحى شهد زخما أكبر إبان الثورة الكوبية. قبل ختام نشرتنا الثقافية، هذه إعادة لأبرز العناوين. اختتام منافسات سباق ركض عرضة الهجن على مضمار وادي شعيبة بولاية المصنعة. انطلاق موسم الكرنفال السنوي في كولونيا الألمانية الذي يعد الأكبر في أوروبا. والمرصد الملكي في لندن يعرض نموذجا لمنزل يناسب الحياة على المريخ. نلتقيكم بإذن الله في جولة أخرى من أخبار الثقافة. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.